بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الأقدار مصرف الأمور مكور الليل على النهار تبصرة لذوي القلوب والأبصار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فأدخله في جملة الأخيار ووفق من عبيده من اجتباه فجعله من الصالحين الأبرار أحمده سبحانه وتعالى أبلغ الحمد وأزكاه وأشمله وأنماه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلب مني أن أتحدث في قضية جليلة عظيمة ألا وهي القرآن العظيم. العرب كانوا في جزيرتهم منقطعين، لا يدري بهم أحد ولا يريد أن يدري بهم أحد ولا يدخل إليهم أحد، إنما هم يخرجون إلى الناس في بلاد الشام للتجارة، والناس عرفتهم بهذا بالتجارة التي يخرجون، ولم يكن طبعا كل العرب يصنعون ذلك، إنما كانت مجموعات من العرب، كما من الله تعالى على قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، في الشتاء يذهبون إلى اليمن وفي الصيف يذهبون إلى الشام. وكانوا في جزيرتهم لا يعرفهم أحد، حتى فوجئ العالم بأن النبي نبي آخر الزمان كان منهم، وتفتحت السماء بعد 6 قرون لم يأتي فيها رسول ولم ينزل فيها وحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما بينه وبين عيسى عليه الصلاة والسلام 6 قرون على الفترة. الفترة هي انقطاع، لم يكن هنالك رسول، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وامتلأت الأرض ظلما وامتلأت الأرض شركا. وهنالك حديث مهم جدا يعبر عن المدة التي نزل فيها القرآن. كان في الأرض حضارة، كان في الأرض حضارة مصرية، وكان في حضارة صينية، وحضارة هندية، وحضارة رومانية قامت على الحضارة اليونانية، حضارات عديدة في الأرض، ومفكرون وعلماء وأناس، كل هؤلاء اختصروا في حديث عجيب. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض، نظر إلى أهل الأرض قبيل البعثة، قبيل البعثة معنى الحديث، إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، كرههم، عربهم وعجمهم، إلا غبرات من أهل الكتاب، بقايا بقوا يتعبدون على الكتاب الأول، ورقة بن نوفل وزيد بن نفيل ومجموعة من هؤلاء. تصور أن الله كره كل أهل الأرض، مقت كل أهل الأرض بحضاراتهم بفكرهم بعلمائهم لماذا؟ لأنهم لم يكونوا على شيء، شرك، يعبدون غير الله. هذا كان حال الناس قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن ينزل عليه القرآن. عندنا شيء مهم جدا في باب الإعجاز، اسمه إعجاز زمن النزول. زمن نزول القرآن كان معجزا من عدة نواحي. أما الناحية الأولى
فهو الزمن العالمي بالنسبة للعالم، نزل والعالم يتخبط في شركه وضلاله وطغيانه وجبروته ومقاييسه التي يقيس بها الناس، متخبطون جدا. فنزل القرآن في مدة ليصحح هذه الأوضاع، ونزل كالغيث على الأرض الجديبة، ونزل ويا للعجب على قوم أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. الشهر يكون هكذا وهكذا وهكذا أو هكذا، يعني 29 أو 30. وهناك أسباب طبعا لاختيار العرب لنزول القرآن عليهم، ما أخبرنا بهذه الأسباب، لكن العلماء استنبطوها من حال العالم آنذاك، أن العرب كانوا أقرب إلى الفطرة وأكثر تقبلا لنزول القرآن، لأن الأمم التي كانت تعتز بحضارتها آنذاك ما كانت مهيئة لهذا، وكانت في الحقيقة في المراحل النهائية من حضارتها، ما كانت مهيئة لقبول القرآن. في الوقت نفسه كانت نفوسها قد فسدت إلى الدرجة التي لا يصلح أن ينزل عليها القرآن، إضافة إلى جزيرة العرب في مناخها في حالها في وضعها كانت أنسب البلاد لممارسة الشريعة بعد ذلك. طيب، عندنا أيضا في إعجاز زمن النزول العرب أنفسهم، اللغة العربية تطورت ارتقت، ما بدأت هكذا، إنما بدأت ثم ارتقت نتيجة تلاقح القبائل وكذا، وقريش كانت لغتها هي اللغة الأفصح والأحسن في قبائل العرب. كان هناك دولة كاملة من الكلام، فيها محكمون، فيها شعراء، فيها ناثرون يتحدثون يتكلمون، وكان هنالك أسواق تعقد للحكم بين الشعراء وبين الناثرين. العرب لما نزل القرآن ظنوا أنهم قد امتلكوا ناصية الكلام، خلاص انتهينا، ليس هنالك شيء أفضل مما هو عندهم. الرافعي أديب مصري عاش في أول أوائل القرن الماضي، الرافعي سبحان الله كان به صمم لا يسمع، لكن الله سبحانه وتعالى أتى به في وقت في مصر عظموا مجموعة، الإنجليز صدروا مجموعة في مصر وأطفوا عليها ألقابا، لقبوها بألقاب، أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد، عميد الأدب العربي طه حسين، فلان وفلان من الأدباء والسياسيين، وسعد زغلول، ومجموعة صدرت بقصد، قصد الإضلال، إضلال الشعب طبعا. وكان أساتذة هؤلاء مثل لطفي أحمد لطفي السيد وطه حسين ومجموعة سخروا أنفسهم لإضلال الشعب المصري على وجه عجيب. فالله سبحانه وتعالى رزق مصر والعالم الإسلامي آنذاك بالرافعي، مصطفى صادق الرافعي، ليقاوم هؤلاء ويقف في وجههم ويعيد الناس إلى المفاهيم الصحيحة. وله كتابان مهمان تحت راية القرآن ومن وحي القلم، يشرحان أوضاع مصر والعالم العربي آنذاك والهجمة التي صارت على اللغة العربية وعلى القرآن من قبل الأساتذة للأسف الذين صدرهم الإنجليز قصدا وعمدا ليضلوا الناس. مصطفى صادق الرافعي له كلمة مهمة جدا، لو كان أمر بيدي لكتبتها في كل مراكز تحفيظ القرآن وجعلتها شعارا. قال رحمه الله: لقد كان للعرب دولة من الكلام، دولة، محكمون ورؤساء وعلماء، لكنها ظلت بلا ملك حتى جاءهم القرآن. أرأيتم؟ عبارة رائعة،
لقد كان للعرب دولة من الكلام لكنها ظلت بلا ملك حتى جاءهم القرآن. فالقرآن ملك الكلام، وجاءهم في وقت كما قلت لكم معجز، ظنوا أنهم قد انتهوا من أمر امتلاك العربية، أتوا بشيء لا يمكن أن يضيف عليه أحد شيئا، ففاجأهم الله بكلام ليس هو بشعر مما يعرفون وليس هو بنثر مما يعرفون، بل هو شيء وسط بين الشعر والنثر، وكلام تحداهم الله تعالى في 4 مراحل. والعرب، قبائل العربية وطبيعة العربي آنذاك تحب التحدي، طبيعته قائمة على التحدي والسطوة والانتصار، فيحب التحدي في أعماقه التحدي. ففوجئوا بأربع مراحل من التحدي، ما استطاعوا أن يصنعوا لها شيئا. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، هذه المرحلة الأولى، هاتوا مثل القرآن، هذا القرآن بين أيديكم هاتوا مثله. والجاحظ له كلام جليل في هذا، ويقول إن معنى الكلام، طبعا الجاحظ لا يؤتى بمعنى كلامه، لكن ما أستطيع أن أقول لأن جاحظ هو أستاذ في العربية وفي البيان، يقول كان بوسع العرب عوضا يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقتلوا ويؤسروا كان بوسع من يأتوا مثل هذا القرآن، لكن ما استطاعوا، كان بوسع من يأتوا بمثله أو بسورة منه أو كذا ليكذبوا كل الرسالة المحمدية، ما استطاع. الله تعالى قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معاونا ومساعدا، ما يمكن اجتماع الجن والإنس، ما يمكن، إنه كلام الله تعالى. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، إذا هذه المرحلة الأولى من التحدي هاتوا مثل القرآن. لما عجزوا جاءت المرحلة الثانية في سورة هود، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، أي حال مفتريات حال، أي ولو كنا مفتريات، هذه السور يعني من وحي الخيال، هاتوا بس هاتوا شيء، 10 سور مثل أي 10 سور في القرآن، ولو كانت هذه السور من محض الخيال بس هاتوها، ما استطاعوا. ثم جاء الآية في سورة يونس، فأتوا بسورة مثله، ما استطاعوا، سورة واحدة مثل في إعجازه، ما استطاعوا. المرحلة الرابعة الأخيرة في البقرة من مثله، يعني هذه السورة ولو كانت تحمل وجها واحدا من إعجاز هاتوها، ما استطاعوا. والبقرة مدنية متأخرة في آخر المراحل، ما استطاعوا أن يأتوا، وكان بوسع الفصحاء منهم أن يأتوا بسورة ويقول هذه سورة ألفناها مثل قرآن محمد، يعني كما كانوا يقولون، طيب ما استطاعوا. وهذا يدلنا على أن هذا القرآن معجز، ولو كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لسهل عليهم أن يأتوا بشيء مثله، لأنه هو واحد من العرب، صحيح وأفصح العرب لكن واحد منهم في النهاية، كانوا يأتون بمثل هذا الكلام ما استطاعوا. ولما حاول مسيلمة وغيره أتوا بشيء مضحك جدا. طيب، فإعجاز زمن النزول، فاجأهم القرآن كل المفاجأة. هذا القرآن فيه هداية عجيبة، هداية اسمها هداية التأثير، يعني لما نسمع القرآن من القراء أصحاب الأصوات الجليلة والأداء الحسن، شيخ عبد الباسط، شيخ منشاوي، شيخ الحصري وما أدراك، يعني الشيخ عبد الباسط صوته فيه الجمال، والشيخ المنشاوي الجلال، تشعر بالجلال وأن تسمع المنشاوي، الجلال والعظمة منشاوي، عبد الباسط الجمال، الجمال الحصري يجمع بين الجمال والجلال، هذا لما تسمع لهم هؤلاء ترتقي روحك إلى درجة عجيبة، تشعر أن هذا الكلام، أنت شعورك الداخلي أنه لا يمكن أن يكون كلام بشر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم عاش بينهم 23 سنة،
وكان له كلام طويل نقل في الأحاديث كتب الحديث البخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه مسند إمام أحمد مسند الدارمي معجم الطبراني نقلوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها شيء يشبه القرآن. والبشر كل البشر لا يمكن لبشر أن يأتي بأحاديث بكلام طويل جدا بأسلوب وبكلام آخر طويل جدا بأسلوب آخر تماما يختلف ما يمكن. لذلك عندما تقرأ لأي كتاب تقول هذا أسلوب الأستاذ سيد قطب خلاص تعرف أسلوبه معروف ما عنده أسلوب آخر. هذا أسلوب سين وصاد الشيخ الغزالي أسلوب الشيخ قرضاوي أسلوب خلاص معروف أساليبهم الناس عرفت. ما يمكن لبشر أن يأتي بأسلوب آخر مستحيل ويكون كلاما طويلا آخر مستقلا عن كلامه الأول مستحيل. فما بالكم إذا كان الأمر مختلطا فهو يتكلم بكلام صلى الله عليه وسلم وينزل عليه الوحي يقول هذا ويقول هذا ما يمكن لبشر أن يفعل هذا. إنما كل إنسان له أسلوبه في الكلام وفي الخطاب وهذا من أعظم الأدلة على أن هذا الكلام كلام الله تعالى. فإن تسمع القرآن من قارئ مجيد بصوت حسن ترتقي روحك بشكل عجيب وهذا من خصائص كتاب الله تعالى. وهذا كان له أثر في العرب. العرب يا إخوة من أشد الناس أنفة للانقياد وأصعب الأمم ما يحبون أن ينقاد بعضهم لبعض ولا أن يكونوا تحت سيطرة أحد. قبائل عاشت قرونا طويلة لا تعرف أحد يسيطر عليها ولا يستطيع أحد أن يقودها. كل قبيلة هي دولة كل قبيلة دولة وقبائل العرب كثيرة جدا بالمئات كل قبيلة لها طريقة ولها وضع لا تحب أن تشترك مع قبيلة أخرى وهي دولة مستقلة يغير بعضها على بعض ويقتل بعضها بعضا قصة طويلة. وجزيرة العرب كبيرة ضخمة جزيرة المملكة فقط في جزيرة العرب 4 أخماس أوروبا الغربية مساحتها فقط المملكة. ولو أضفت إليها جزيرة العرب أضفت إليها الدول الأخرى كانت أكبر من أوروبا فقط جزيرة العرب. فهي دولة مساحة ضخمة وفيها قبائل كثيرة. الله ماذا قال؟ قال وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. عجيبة هذه. جعل الله سبحانه وتعالى بعضهم ينقاد لبعض بسر إلهي هو الذي ألف ما هو أنت يا ولو كنت أنت رسول الله الأعظم والخاتم وخير الخليقة وأفضل البشرية لكنك لن تستطيع أبدا أن توفق بين العرب. إنما الله الذي وفق بينهم وألف بينهم. فالقرآن له هداية عجيبة على العرب الأوائل على رغم نفوسهم الصعبة والأبية وعندهم الأنفة ولكن القرآن جعلهم أمة أخرى تماما صفات مختلفة تماما. جبير ابن مطعم بن عدي أبوه المطعم بن عدي الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من الطائف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة من الطائف ما كان يستطيع أن يدخل مكة. لما عرفوا أنه خرج ليدعو أهل الطائف منعوه من الدخول وإذا دخل يؤذونه فأرسل إلى المطعم ابن عدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل في جواره. المطعم كان 10 من الولد الذكور وعندهم كان مسألة القوة تقاس بعدد الأولاد الذكور لكل شخص. فمطعم له 10 من الولد وفرسان وأقوياء فدخل أخذ 10 من أولاد وهو 11 وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم معه وطاف به حول الكعبة. خلاص هذه إشارة إلى أنه في جواره ما يستطيع أن يكلمه أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حفظها له حفظ هذا وكان سيد أهل الوفاء صلى الله عليه وسلم. فلما حصلت معركة بدر كان مطعم قد توفي
كافرا للأسف. فجبير ابنه يعرف تعرف قريش هذا، أرسلت جبيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفاوض في قضية الأسرى. فلما جاء سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بسورة الطور، وحدد المكان، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، إلى آخر حدد الآيات التي سمعها. ماذا قال؟ كلنا نسمع سورة الطور يعني، ماذا قال؟ هو عربي صميم يفهم القرآن ما يحتاج إلى مفسر، فقال: كان ذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي من سماع هذه الآيات. وفي رواية، كلتا الروايتين صحيحة، كاد قلبي أن يطير من سماعي لهذه الآيات، كاد قلبي أن يطير. طب كان سمع النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات كثيرة، سمعه في مكة، سمعه في المدينة، ما قال هذا الكلام، لكن القرآن له أثر عجيب. أعرابي جاء من البادية، أول مرة يأتي يسمع القرآن، ما سمعه من قبل، فسمع قول الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الصدع ما هو؟ أصل الصدع شق والكسر، يكون في الزجاجة، يكون في إناء الفخار، صدع في الأرض، صدوع الضخمة التي تنشأنا الزلازل. العربي يعرف الصدع طبعا، ما يحتاج يعني أحد يفسر له الصدع، لكن أن يستعمل الصدع لتفريق جماعة المشركين، ما سمع بهذا من قبل، هذا التعبير ما سمعه. سجد الأعرابي، قال: لما سجدت؟ قال: سجدت لفصاحة هذا الكلام، كلام يسمعه لأول مرة أثر فيه، سجد. وهم أهل العربية التي ورثوها كابرا عن كابر وخلفا عن سلف، ويفهمونها تماما. أعرابي جاء آخر، أي أول مرة يسمع القرآن أيضا، سمع قول الله تعالى في سورة يوسف: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. ماذا قال؟ قال: أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام، ما يمكن لبشر أن يقول فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، يعني لا تركيب الكلام ولا وقع الكلام على الآذان، جرس يسمى جرس، بعض المؤلفين يسميها موسيقى القرآن، فأنا بس ما أحب أستعمل كلمة موسيقى، هي لها كلمة أخرى اسمها جرس. الجرس يعني وقع الكلام على الآذان، كلام رائع. قال: أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام، ما يمكن أن يقول هذا مخلوق أبدا. وهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا، ما قالوا مثل هذا الكلام. وهذا مما يدلك على أن هذا القرآن يقينا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن مؤمنون بهذا، معتقدون، لكن نزداد يقينا ولنبلغ الآخرين أيضا. وهذا يسمى الإعجاز، كل هذا تحت الإعجاز اللغوي في القرآن، لأن نحن عندنا الإعجاز اللغوي، وعندنا الإعجاز التشريعي، الإعجاز التاريخي، الإعجاز العلمي، إعجاز زمن النزول، عندنا الإعجاز الحجمي. إيش الإعجاز الحجمي؟ إعجاز حجم القرآن. القرآن كان حجمه عجيبا، ليس بالطويل المجلدات الذي يمل ولا يمكن أن يحفظ، وليس بالقصير الذي سيمل لو كرر، بل هو في حجمه معجز، فمهما قرأت لا تمل. لا إله إلا الله، كلام العليم الخبير، تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد جل جلاله. الإعجاز التاريخي شيء عجيب. الآن في القرآن، كل القرآن من أوله لآخره مليء بقصة موسى، ليس كذلك؟ كل التعبيرات عن ملك مصر كانت بفرعون، صح؟ إلا في موضع سورة يوسف، وقال الملك ائتوني به، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان. ليش؟ أيوة، من الذي التفت لهذا؟ التفت له عالم فرنسي. ليش؟ لأن بينوا
دراسات درست الأسر المصرية التي حكمت مصر، وهذا من إعجاز العجيب، لا إله إلا الله. التوراة كلها فرعون فقط، فرعون وانتهينا، ما في هذا التفريق حتى في قصة يوسف، وهذا خطأ كبير جدا، لأن طبعا الله تعالى قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، ويقولون من هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فليست هذه التوراة هي التوراة الصحيحة، وليس هذا الإنجيل هو الإنجيل الصحيح. لذلك كثير من الناس يخطئ اليوم فيقول الكتب السماوية على التوراة والإنجيل موجود اليوم، وهذا خطأ كبير جدا. لا يمكن أن يوصف توصف التوراة والإنجيل الموجودتان بأيدي الناس اليوم بأنهما كتب سماوية، ما يمكن. يعني طبعت الملك جيمس في 1500 وشوي ميلادية، اجتهدوا اجتهادا ليس بعده اجتهاد، كانت المطابع خرجت للتو، فاجتهد اجتهاد علماء اللاهوت كما يسمون هنا في الغرب من أجل ضبط طبعة للإنجيل، طبعة قوية جدا. يعني بعد أن طبع طبعة الملك جيمس في إنجلترا وطبع طباعة عنوا بها جدا، ما هو كلامي هذا يا إخوة، ترى كلام دائرة المعارف البريطانية، لمن أراد أن يرجع ويتأكد، وجدوا في هذه الطبعة 5000 خطأ وتناقض، التي عنوا بها عناية بالغة، يعني 5000 خطأ وتناقض في الطبعة. الله تعالى ذكر ذلك في كتابه، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. هم الله جعلهم هم الذين يحفظون التوراة والإنجيل، فالنتيجة كانت ضاعت التوراة وضاعت الإنجيل. لما استحفظوا هم أي جعلوا حفيظين على التوراة والإنجيل ضاعت. لكن القرآن ماذا قال؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما استحفظ أحد أبدا في القرآن، وإنا له لحافظون، هذا الفرق الهائل. وهذا الخطأ الذي وقعت فيه التوراة، كل التوراة فرعون، القرآن لا لا لا. الملك لما جاءوا يبحثون وجدوا أن فرعون لقب متأخر على ملك مصر، ما كان يطلق على ملك مصر أيام يوسف، إنما كان يطلق أيام موسى وقبل موسى عليه الصلاة والسلام، لأن موسى بعد يوسف بمدة، ومؤمن آل فرعون قال ولقد جاءكم يوسف من قبله بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فجاء موسى بعد مدة طويلة من يوسف عليه الصلاة والسلام. فأيام يوسف ما كان يسمى فرعون، ما كان يلقب فرعون يعني ملك مصر، وهذا تفريق معجز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا لا يعرف هذا الفرق، قطعا لا يدري بهذا الفرق. هم أمة أمية منقطعين في جزيرة العرب، ما يعرفون من أحوال الأمم إلا ما كان اتصال العرب بالشام، مصر ما كان في اتصال إطلاقا، وحتى اتصال العرب بالشام كان اتصال تجاري، كان اتصالا تجاريا محضا، لا ينشأ عنه معرفة ولا فهم ولا أبدا. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب، لو كان كذلك يعني إذن لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالتفرقة هذه ما يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمكن. فلو كان من عنده صلى الله عليه وسلم القرآن لكان كله فرعون وانتهينا، لكن أبدا، تفريق عجيب جدا، وهذا إعجاز تاريخي. ومن إعجاز تاريخي حتى بس أمثلة، الوقت ما يسع لكل شيء، قال موريس بوكاي، هذا أسلم سرا بالمناسبة، حتى لأن كثير جدا من النصارى في مصر وفي الغرب يسلمون سرا، ما يستطيعون أن يصرحوا، لأن سطوة مثلا في مصر سطوة هائلة، يؤخذ عنه زوجه وأولاده ويطرد من العمل ويطرد من البيت، الكنيسة لها سطوة هائلة
عن الأقباط، فمن أسلم منهم كثير منهم يسلم سرا بدون أن يعلم أحدا. فموريس ممن أسلم، وأكد لي هذا قبل أن يموت رئيس الهيئة العالمية للإعجاز الدكتور حسن باحفظ الله، قال لي ترى موريس أسلم وأخبرني بإسلامه، هكذا قال لي. وله كتاب مهم، الإنجيل التوراة والإنجيل والقرآن، كتاب مهم في المقارنة العلمية بين هذه الكتب الثلاثة. يقول أيام ميتران رئيس فرنسا طلب من السادات أن يأتي بجثمان فرعون إلى فرنسا. أنا زرت هذا الجثمان في المتحف المصري في 1402 للهجرة. كم يعني بالتاريخ، التاريخ بتاعكم؟ شباب 98 غيره ايوه يا اخوة، ايس من الفضيحة ان ننسى تاريخنا الهجري، تاريخ عزنا وكرامتنا واسلامنا، تاريخ نبينا، تاريخ الذي اجتمع عليه 12,000 من الصحابة في المدينة ليقرروه، وهو تاريخ الاسلام. فاياكم، تاريخ الهجري هذا التاريخ لا ينسى. 1982 زرت المتحف فوجدت فرعون هذا ممددا كما هو سبحان الله، وجدت مكتوبا على الزجاج، اسمعوا كيف نحن غرقنا في البعد عن ديننا، هذا فرعون مصر غرق في ظروف غامضة. والله ما أنسى الكلام كأنه أمامي. فأنا تعجبت، وأنا كنت في العشرين، أول العشرين، أقول يا رب كيف كل السور في القرآن تؤكد غرق فرعون ونقول في ظروف غامضة، معقول؟ وكانت فرصة للناس تأتي بالملايين لتزورهم، كانت فرصة للتعريف، يذكر في سورة قرآن بموضع في القرآن وكذا تذكر الآية، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الله أكبر. في وسط هذا البحر الخضم ويخرج فرعون من البحر ويوضع ويحفظ إلى يوم الناس هذا وإلى يوم القيامة، سيحفظ سيبقى، كان ممكن ترجم لجميع لغات الدنيا، كن بس دعوة يا الله فقط بدون كلام، يعني غرق في ظروف غامضة. أيوة، الذي تولى الثقافة في مصر مدة طويلة من عتاة العلمانيين، جماعة من عتاة الضالين العلمانيين الذين يسوءهم أي ذكر للقرآن أو للحديث أو للإسلام، يسوءهم جدا طبعا. فموريس يقول استقبلنا جثة، طبعا هذا كلام في أواخر السبعينات، استقبلنا جثة في المطار ومتران معنا ومجموعة من العلماء استقبال ملوك، وفرشنا لها الأحمر هذا الفراش، يعني كأنه ملك قادم. قال ودخلناه وذهب العلماء، بقيت أنا كبيرهم، هو كان بقيت معه طوال الليل، فأخذنا عينة من جسده، عينة بالملي يعني شيء يعني، قال فوجدنا آثار الملح. قال موجود في التوراة أنه غرق، والحادثة والفلق البحر موجود، لكن ما في أي شيء يثبت أنه بقي وأنه هذا هو فرعون. كلما حللنا وجدنا الملح من أسباب إسلامه، أنه جاءه رجل، والله ما أدري ما جنسه، عربي هو لكن ما أذكر الآن، قال له عندنا في القرآن أنه باقي وإلى يوم القيامة سيبقى. قال أين أراه الموضع؟ يقول صحت من الدهشة، صحت من الدهشة أنه ليس هنالك نص تاريخي ولا ديني أنه بقي فرعون بعد الغرق إلا في كتاب الله. ومن تقصيرنا العظيم لا ننشر هذا للدنيا ولا نذكر لها هذا. هذا جزء يسير من إعجاز تاريخي في القرآن، شيء مدهش مذهل. الإعجاز العلمي وما أدراك يحتاج إلى محاضرات، ما محاضرة، كل محاضرة ساعتين، 20 محاضرة يمكن، ما يمكن الآن. لكن بإيجاز شديد الله تعالى
أبقى. هي الآيات، هي الآيات ما اختلفت، لكن ترك فيها إشارات تصلح لكل زمان ومكان. وهذا قولنا إن القرآن صالح لكل زمان ومكان، وهذا خلافنا مع العلمانيين الذين يرون أن القرآن نص تاريخي وجد لقوم أفادهم ونفعهم، ما عاد يصلح لنا الآن. وهذه ردة عن دين الله، نسأل الله العافية. فالقرآن صالح لكل زمان ومكان لا شك. الإعجاز العلمي إشارات عجيبة، إشارات يسيرة، والعجيب أن العرب تعرف الكلام وتنزله على بيئتها وواقعها، وكل بيئة تأتي تنزل الكلام ويصلح في تنزيله، يصلح ما يصلح، يصلح للتنزيل على بيئة الناس وواقعهم. وهذا العجيب في كتاب الله، وهذا المعجز في كتاب الله. الاكتشافات اكتشفت الرائعة العظيمة أن الإنسان إذا صعد إلى السماء صدره يضيق، وإذا صعد زيادة وخرج عن الغلاف يبقى كله ظلام، في ظلام، ما لأن النهار والليل هذا عندنا في الغلاف الجوي، لأن الغلاف الجوي ذرات الغبار توزيع الضوء هي توجد النهار بفضل الله تعالى. أما إذا خرجنا خارج الغلاف ما عاد في لا ليل ولا نهار، هو ليل دامس، ما النهار هذا ما هو موجود طبعا. هذا ذكر في القرآن، وذكر على هيئة عجيبة جليلة. يقول الشيخ الزنداني، يقول كنت مع الأستاذ فاروق الباز، الدكتور فاروق الباز، وهو في ناسا شغال، وكان ما عارف الآن باقي ولا لا، لكن هو كان مسؤول عن إنزال أبولو في 1389 على سطح القمر 1969. فقال وأنا مع رواد الفضاء على السماعات، أظن كان هذا كلام أول ما خرجوا هم في 84، يعني 64 من ميلاد فيما أذكر، يعني خرجوا خارج الغلاف الجوي. فقالوا we became blind، ليش؟ أصبحنا عميانا. ليش؟ لأنهم خرجوا بسرعة الصاروخ من الغلاف الجوي إلى الفضاء. أنتم تعرفون إذا إنسان قام من النوم في ظلام دامس الغرفة فتح النور ماذا يجري له؟ يصيبه عشاء بصري، يعني مثل عمى مؤقت، لكن عمى خفيف يعني جدا، ولكنه فعلا ما يستطيع أن يبصر. وهذا بسرعة الإنسان الذي يخرج من غرفة النوم المظلمة إلى الحمام المضيء مثلا، فما بالكم سرعة الصاروخ تخرج من نهار إلى ليل. قالوا قد أصبحنا عميانا. الله ذكر ذلك في كتابه علي عجيبا، ولو فتحنا عليهم، يقول الشيخ الزنداني لفاروق الباز، يقول ذلك في القرآن. قال كيف؟ قال الله تعالى يقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا. رأيتم؟ شيء غريب، شيء غريب، تكاد تكون ترجمة يعني لما قال رواد الفضاء. سكرت، تسكير هو الإغلاق، وأهل الشام إلى أن يقول سكر المكان، سكر، سكر المحل يعني أغلق، وهي فصحى. فهذه شيء عجيب، سكرت أبصارنا يعني أصبحنا عميانا، وهذا ترجمة. فهذا الإعجاز العلمي، وفي كثير جدا من الإشارات الرائعة تظهر للناس إلى اليوم. كنا في المجلس العلمي الاثنين الماضي، أنا عضو في المجلس العلمي للهيئة، هي العالمية للإعجاز، كنا نناقش بحوثا لمؤتمر سيقام في هذه السنة في قطر إن شاء الله تعالى، المؤتمر العلمي الخامس أظن، الذي أو الثامن نسيت والله كم رقمه، الذي سيقام في قطر في هذه السنة. فكنا نناقش بحوثا في إعجاز القرآن والسنة، إلى الآن تناقش بحوث جديدة ما عرف بها أحد في إعجاز القرآن العلمي. الإعجاز اللغوي وذكرت لكم طرفا منه، هداية القرآن شيء ليس بعده روعة وجلال، تأثير القرآن على الناس وهو يتلى المسلمين، كيف يقودهم، كيف يوجههم، كيف ينزل الله سبحانه وتعالى آيات توجه المجتمع وترد على أسئلة وتهدي الضال وتعيده، شيء رائع جدا. آيات حتى نعرف استجابة العرب كيف واستجابتنا نحن كيف اليوم.
حتى نعرف سبب هزيمتنا وذلنا وهواننا وسبب عزهم وانتصارهم. أنهم يرون أن القرآن نزل عليهم وهو كل واحد فيهم مخاطب بهذا القرآن. أما اليوم نحن اليوم في رمضان في دار الهجرة هنا لابد يكون مثل عندنا يعني في المملكة وفي مصر وفي كل مكان. في رمضان ماذا يحدث؟ أن يجتمع الناس المساجد، أليس كذلك؟ ويبقون مدة طويلة من أجل إيش؟ ختم القرآن. وأظل أقول لك يا فلان أنت أصلت أي ختمة؟ والله ختمة الثالثة. أنا ختمة الرابعة. وهذا ختمة الخامسة صح؟ ختمة العاشرة. تجري عندنا في بلادنا أظن هنا يجري الشيء نفسه كل مكان يعني. وهذا شيء طيب، مسارعة للقراءة والختم شيء رائع جدا. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسن. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ممتاز. طيب الذي يحصل في بلادنا أن شارب الخمر في رمضان يقرأ، يمر ربما 10 مرات، يختم 10 مرات، يقرأ قول الله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان ويقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. العرب لما جاءت فهل أنتم منتهون كان كأس الخمر في قريب من فم أبي طلحة، أراقه، ما قال أشرب هذه وأخر كأس، أراقه، انتهينا. وأصبحت شوارع المدينة يجري فيها الخمر كالنهر كالسيل، لأن العرب تحب الخمر جدا 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 وتتعلق به جدا جدا جدا، وأشهر هذا في أبياتهم وشعرهم يحبونه جدا. انتهوا، انتهينا. أمريكا هنا 1934 حرمت الخمر، أليس كذلك؟ وأصدرت قوانين تحريم الخمر، وقتل في ذلك 500 شخص، وأنفق 50 مليون جنيه استرليني، يعني بما يساوي، وكان مبلغا ضخما جدا جدا مقاييس ذلك الزمان. وسجن 10,000 فيه بالتهريب، ثم اضطروا إلى إباحته من جديد، وهذه حادثة تشريعية معروفة في أمريكا. طيب اليوم هذا الشارب الخمر يقرأ 10 مرات هذه الآية، هل ينتهي؟ لا أبدا، بعد رمضان مباشرة يعود إليها. رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي، انتهينا. طيب والزاني يقرأ آيات الزنا، والمرابي، وهذه كثرة كاثرة في المجتمع، كثرة عجيبة، الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقرأ الآية ويعيدها مرات وكرات ويسمعها من الأئمة وهم ما زال على رباه، هذه مصيبة هذه. طب متى سنتغير إذن؟ أيوة، أما العرب كيف؟ لا، لما نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ثابت بن قيس ابن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءت الوفود يعني العرب، ولا خطيب جمعة هو صلى الله عليه وسلم ما في غيره، لكن إذا جاءت الوفود يقدم ثابت، فصيح وصوته عالي، والعرب تحب التحدي كما قلت لكم، يتحدون بعضهم بعضا بالخطب يعني أي الخطب أحسن وأفضل. فثابت طبعا النبي صلى الله عليه وسلم جالس، صوته هو جهوري الصوت مرتفعه يعلو يرتفع على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فظن أنه المخاطب بهذه الآيات، فاعتزل في بيته يبكي. انظروا الحساسية كيف وتقبل الآية كيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابتا، ما أتى للصلاة، أين ثابت؟ مدة ما جاء، عدد من الصلوات. قال رسول الله في بيته يبكي. قال لما؟ قصوا عليه الخبر. قال لا، وبشروه بأنه من أهل الجنة. الله أكبر. لكن انظروا كيف الحساسية في تقبل الآية. أبو قتادة رضي الله عنه قال جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بكر وعمر وعثمان، نزل قول الله قرأ قول الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله. أيوة، هنا إيش صار؟ جاء عثمان رضي الله عنه، كان عمر رضي الله عنه يمنع نزول إلى البحر ويقول: والله لمسلم واحد أحب إلي من الرومي وما حوت،
مسلم واحد، انظروا قيمة المسلم عند عمر، مسلم واحد أحب إليه من الروم يوم أحوت. اليوم ها لو رأى ما يجري اليوم، مئات المسلمين يقتلون كل يوم ما حد يدري عنهم. فأما عثمان لما جاء رضي الله عنه رأى أن المصلحة في نزول المسلمين إلى البحر، فأذن لهم في معركة ذات الصواري، وانتصروا سنة 33 للهجرة، وانتصروا على الروم. الروم كان لهم مئات السنين في البحر، هذه أول معركة ينزل العرب وينتصرون. أمة حماسية جديدة، أمة تملك رسالة، أمة عندها حماسة رائعة. المهم أبو قتادة لما سمع المنادي ينادي بالجهاد قال لأولادي جهزوني، كان قد بلغ من الكبر عتية، قال له يرحمك الله جاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أبي بكر وعمر وعثمان، اجلس نكفيك خلاص نحن ننزل نيابة عنك. قال كيف، اسمعوا كيف، وقد سمعت الله تعالى يقول انفروا خفافا وثقالا ولا أجدوني إلا خفيفا أو ثقيلا. خفافا يعني زمان الشباب، وثقالا زمان الشيب، وقيل خفافا زمان العزوبة، وثقالا زمان التزوج. فانظروا إلى كيف تقبلهم للقرآن، خلاص قرأ الآية رأى أنها مطبقة عليه، انتهينا، ما عاد في لا وعظ ولا نصح ولا إرشاد ولا فلان الله يخليك افعل ولا الله يخليك لا اترك أبدا، خلاص هو عنده وازع داخلي بقراءة القرآن ينزله على حاله وعلى نفسه، لا يحتاج إلى وازع خارجي. مصيبتنا اليوم الوعاظ يعظون والمحاضرون يتكلمون، والواعز الداخلي للفعل ضعيف جدا، ومهما فعل الواعظ ومهما فعل المحاضر ماذا يفعل الواعظ بضعيف الواعز؟ ما يصنع له شيء، ما يصنع، ما يقويه إلا قليل النسب يعني. لكن لا، المسلم من داخله، وإذا كان لله بك عناية فأنت من داخلك دائما القرآن يؤثر فيك، يعني اجتهد دائما. وهذه نصيحة لنفسي أنا طبعا أولا وآخرا، أنك إذا قرأت القرآن اقرأه بتدبر، ما احنا في عجلة يا أخوة، ليس هنالك آية واحدة في كتاب الله ولا حديث واحد في سنة رسول الله يأمرنا بختم القرآن أبدا أبدا، ولا آية ولا حديث، إنما ختم القرآن سنة عن السلف رضي الله عنهم، سنوها وأخذنا بها، تمام جيدة سنة رائعة، لكن هل في كتاب الله آية؟ لا. هل في حديث رسول الله آية حديث؟ لا، ما عندنا، إنما عندنا آيات لا كثيرة وأحاديث عديدة تأمرنا بتدبر القرآن، فهم القرآن. يعني إيش تدبر؟ تدبر نظر في دبر الأمور، يعني أواخرها، الدبر هو الآخر، في دبر الأمور أواخرها، نظر في مآلات الأمور ونتائجها وما تصير إليه، هذا معنى تدبر. أحد السلف سئل سؤالا موفقا وأجاب إجابة موفقة، قالوا له لكل كتاب عنوان، فما هو عنوان القرآن؟ قال عنوان القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، هذا عنوان القرآن. عنوان القرآن الأصلي الذي نزل القرآن من أجله هو تدبر وتفهم. القرآن ما نزل لنستشفي به فقط، وإن كان الاستشفاء بالقرآن من أعظم الأمور، والقرآن ما نزل لنتبرك به فقط ونضعه في السيارات وفي البيوت نعلقه، وإن كان التبرك بالقرآن من أعظم أنواع أو أعظم أنواع التبرك وكلام الله تعالى. والقرآن ما نزل من أجل أن نعمل مسابقات فيه، القرآن نزل من أجل فهمه. يعني تصور المصحف، المصحف هذا الغلاف الرائع والورق الثقيل المصقول الأبيض والخط الجميل، بالمناسبة خط يد هذا الذي ترونه، خط يد ما شاء الله، خطاط رائع جدا الذي كتبه. لو أنا يعني عندي رسالة جاءتني من حبيب، هذه رسالة وضعتها في جيبي، هذه رسالة وضعتها، الورق جميل، الخط رائع، وأظل أريها للناس، انظر الورق يا سلام، انظر الخط رائع جدا. طب واحد جاء قال لك سؤال، تعرف ايش في الرسالة؟ قلت له والله ما أعرف، ايش أقول لك، مجنون هذا، مجنون أكيد. وكذلك القرآن، ما أجمل التجليد وما أجمل الخط وما أجمل الورق، هل فهمنا ما في الداخل؟ أكثرنا لم يفهم. أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوبا، كل القرآن مكتوب لا شك ولا ريب، لكن مكتوب على ايش؟ على جلود، على العظام
عظام البدن، البدن يعني الإبل والبقر، الأكتاف العريضة وكذا، على الحجارة البيضاء، هذا القرآن، على عصب النخل، هذا القرآن مكتوب عليه. لكن انظروا كيف عظمة القرآن في قلوبهم وصدورهم. طيب، عظمة القرآن في قلوبهم وصدورهم واستجابتهم الرائعة للقرآن. أما اليوم نحن للأسف الشديد، القرآن مكتوب كتابة رائعة وجميلة، لكن ما عندنا استجابة لما نقرأ. همنا نقرأ بسرعة 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 نختم. يا أخي ليش أنت مستعجل على الختم؟ لماذا أنت مستعجل على الختم؟ اقرأ. كان أحد السلف له ختمة، كان يختم كل ثلاثة أيام، كل ثلاثة أيام يختم، لكنه بقي في ختمة واحدة بضع عشرة سنة، بضع عشرة سنة يقف عند كل آية ويفكر، هل أنا من أهل هذه الآية؟ هل كذا؟ هل كذا الآية التي بعدها؟ هل أنا؟ هل أفهم هذه الآية؟ ما فهمت أرجع للتفسير أقرأ الآية التي بعدها. لسنا في عجلة، لسنا في عجلة. الآية التي بعدها أخذ التفسير، ما فهمت أخذ التفسير أقرأ أفهم المعنى، هل أنا من أهلها أو لا؟ اللي بعدها التي بعدها. لذلك عمر حفظ البقرة فقط في 8 سنين، فممكن يحفظها في 8 أيام، بل في يومين. العرب حافظتهم رائعة جدا، لكن إيش بقي 8 سنين حتى يتدبر ما يحفظ. لذلك لما ختم البقرة نحر جزورا فرحا بما صنع رضي الله عنه. إذن في الختام، هذا القرآن كلام الله، كلام الله الجليل العظيم، وهو أحسن كلامه وأجمل نظامه وأفضل كتبه وأجلها وأعظمها تشريعا وأروعها صفا ونظما للحروف والكلمات. بقي أن نأخذ هذا الكتاب نجعله إماما لنا. لما جعلناه خلف ظهرنا ودبر آذاننا حقت علينا كلمة ربنا التي لا تتخلف، وصرنا من أذل الأمم. لكن إذا جعلناه أمامنا وإمامنا ارتقينا به. فاللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما، اللهم اجعله لنا مؤنسا في قبورنا، اللهم اجعله لنا شافعا بين يديك، اللهم اجعله رافعا لنا إلى أعلى درجات النعيم والجنان، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.